انطلاقا من أهدافها الإنسانية لدعم اللاجئين وقضاياهم حول العالم، تقيم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العديد من الشراكات مع المؤسسات الكويتية لتحقيق تلك الأهداف من خلال تنفيذ حملات مساعدات في بلدان اللجوء وكذلك الكوارث. هذه المساعدات تمتد على مدار العام وتتكثف خلال الشهر الفضيل، وذلك في محاولة لإغاثة أكبر عدد من اللاجئين والنازحين وتوفير متطلبات الحياة لهم. من بنغلاديش إلى اليمن وسوريا ولبنان والعراق ودول لجوء أخرى، تنصب جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على توفير المأوى والمأكل والملبس لعشرات الآلاف من اللاجئين خلال شهر رمضان المبارك كما دائماً. نحكي احنا على اكثر من 70% من اللاجئين في العالم، يا اما هم خارجين من عالم اسلامي او لاجئين او نازحين في عالم اسلامي. فهذا شهر الرحمة الذي يعني تتفتح فيه ابواب السماء، الدعاء مستجاب، فما بالك المساعدة والإغاثة التي ممكن ان نقدمها. ربما يعني في بعض الإحصائيات قالت أنه 10 دنانير تزكي فيها عن يعني لا يشعر فيها الإنسان تؤثر في حياة إنسان آخر. المفوضية في دولة الكويت تسعى جاهدة لبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق استراتيجيتها في مساعدة أكبر شريحة من المحتاجين حول العالم. للأسف اللاجئ وين ما كان يعاني من نفس المعاناة، بس فعليا نحن بنشوف الاهتمام المجتمعي الكويتي بيروح على 3 حالات من اللجوء أو النزوح الداخلي: حالة الروهينجا، وعندنا حالة المشكلة باليمن، وعندنا كمان الأزمة السورية. فبنشوف أكتر شيء بتجه توجهاتهم لهول من خلال المفوضية. هن شغلهم ممكن يكون أبعد بكثير من هيك، بس نحن بنشوف أكتر شيء في اهتمام بهذه 3 محلات، وهون بيكون مختلف المساعدة. حملتنا الأولى اقتصرت على مبلغ 175,000، قسمناها ل4 مراحل. السنة هذه سوينا الدراسة لـ5 مراحل وبحجم الأعداد الموجودة من اللاجئين، وأضفنا عليها يعني الكارثة اللي تمت قبل 10 أيام، الحريق اللي تم في ذلك المخيم واللي على أثره تم نزوح ما يقارب 42,000. أضفنا هذه المبالغ على الـ5 مراحل وقدرنا في كل مرحلة 100,000 دينار. الحمد لله احنا راح نغطي بهذه المبالغ الـ500,000 دينار للـ5 مراحل، راح نغطي فيها العدد كبير قد يقارب ما يقارب من 150 الى 170 الف لاجئ هناك بجميع عوائلهم. في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، تضاعف المفوضية جهودها مع شركائها لسد عوز المحتاجين خلال الشهر الكريم. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.